بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة. أهلا بكم أبنائي الطلاب، نستأنف سويا مع بعض سلسلة حل تدريبات كتاب المدرسة العامة على النحو، 21 تدريب اللي في كتاب المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة هنحل من التدريب السادس إلى التدريب العاشر. يجب على الشباب أن يكون مثلا يقتدى به، وأن يحترم تقاليد مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة مجتمعي احتراما رعاية لمصلحته، فليس لأحد من الناس أن يجرح شعور غيره. برضو مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، مفيش مشكلة جماعة نيجي الإعرابين حاجة واحدة، مفيش مشكلة. يعني في طلاب لما بتشوف انه اعرب كلمه والكلمه الثانيه هتبقى نفس الاعراب فبيشك فيها وممكن ده يغلطه ويغيرها. لا يا جماعه، احنا بنتعامل مع معنى وبنتعامل مع قواعد، مش بنتعامل مع يعني يجيبها مرتين ولا يجيبها مره، الموضوع مش كده يعني. قاسيا كان او دانيا، ومثل ذلك احترام سمعات الاشخاص جميعهم. الاشخاص هنا طبعا مضاف اليه مجرور بالكسر للسمعه بتاعه الاشخاص، سمعه الاشخاص مضاف اليه مجرور علامه جره الكسر جميعهم، فانها اغلى ما يحرص عليه. بالله عليك تنفع تقرا كده؟ لا طبعا ما ينفعش تقرا كده خالص. ومين اللي يحرص ده؟ ما هو استاذ فاعل ضمير مستتر. ايوه مستتر عايد على مين يعني؟ مش عارف، بس هو مستتر وخلاص. لا طبعا يا جماعه طريقه التفكير غلط خالص. انت ما فيش حاجه اسمها مش عارف، دي مسؤوليتك القطعه دي لازم تفهمها كويس قوي. ما ينفعش نقرا الجمله كده، ما ينفعش انها اغلى ما يحرص عليه، لان ما فيش فاعل ظاهر هنا ولا واضح ولا حاجه بتظهر عليه خالص، ولا ضمير مستتر يعود على ايه؟ يبقى نقراها ازاي الصحيح بقى؟ فانها تمام كده، برافو. الناس هي لما جنبهت انتباهها اروها صح، في ناس قاليها صح من الاول ما شاء الله عليهم يعني، بس انا بقول ايه عشان نعرف نقرا القطعه كويس يعني. فانها اغلى ما يحرص عليه، هضطر هنا ابني المجهول عشان الكلام يمشي. فانها اغلى ما يحرص عليه، فاحرص ايها الشاب. طبعا انت عارف اللي بعد ايها واياتها بيعرب نعت، ونعت مرفوع دائما. لو سمحت تعرب لي كلمه الشاب، نعت مرفوع علامه رفعي الضمه. السؤال اللي بعديه بقى بيقول لي استخرج من الفقره ديت اسما مقصورا واخر منقوصا. عايز اسم مقصور واخر منقوص. طبعا حكايه المقصور والمنقوص ديت انا عارف دايما الطلبه يقول لك المقصور اخره ايه؟ المنقوص اخره ايه؟ طب اقول لكم، طالب الله يمسيه بالخير كان اقترح عليا اقتراح جميل قوي بجد والله. الطالب ده قال لي يا استاذ ايه رايك انا بحافظ كلمه مقصور بالعصا مقصور. كلمه العصا مقصور. قلت له طب ايه العلاقه يعني؟ قال لي كانها مكسوره يعني. يعني كان العصا من الدايب الف اهي، فقلت مقصور فكانها مكسوره يعني. بفكر نفسي بكده يعني. وقال لي كنت بحفظ ان القاضي منقوص، كان في قاضي منقوص الذمه يعني، قاضي ظالم يعني. وبحفظ الصحراء ممدود عشان الصحراء ممدوده قدامي يعني. فبصراحه وجهه نظر، وهي وسيله من وسائل الحفظ التي تعين للتفريق بين المقصور والمنقوص، لاني اعلم ان كثير من الطلاب تخلط بين هذين الاسمين، ودايما عايز حد يفكره يا جماعه لو سمحتوا. وفي على فكره حيل للطلاب كتير قوي. واحد قبل كده بيقول لي انا بحفظ ان المقصور اخره الف عشان المقصور قصير بنطوله بالالف. يعني كل واحد له ابتكاراته بقى يا جماعه. انا معلش وقفت قصاد الحته ديت علشان ما نخلطش ونقعد نسال اللي جنبنا ونقول ايه المقصور اخره ايه. طيب اذا اتفقنا يا شباب نقول ايه؟ العصا مقصور والقاضي منقوص والصحراء ممدوده. ادعوا بقى للطالب اللي اقترح عليا هذا الاقتراح. طيب نشوف بقى كلمه يقتدى، مثلا يقتدى تنفع؟ اوعى 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 اوقعك الوقعه اللي مش حلوه خالص دي. معقوله تقول لي يقتدى اسم مقصور وهي فعل؟ يا عم انا عايز اسم مقصور، اوعى تطلع يقتدى، عيب. ها احتراما رعايه مصلحه، ها قاسيا تنفع؟ طب شيل التنوين عشان تحصل على اصل الكلمه. قاصي لا ده منقوص اخره ياء زي قاضي، صح؟ طب دانيا شيل الالف، ها داني رجع الكلمه لاصلها. ايوه لو في ضمير شيله، لو في تنوين شيله عشان تعرف بس الكلمه اصلها ايه. يبقى داني داني دي برضه منقوص. ها احترام سمعة الأشخاص جميعا، فإنها أغلى. أيوة 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 أغلى زي العصا، يبقى أغلى مقصور آخرها ألف. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بس تحذير أنا بقى من عندي، لو سمحت لما تطلع كلمة زي كلمة أغلى أوعى تطلعها في أسلوب التعجب، لأن لو قلت ما أغلى الذهب يبقى أغلى هنا فعل تعجب وليس اسم مقصور، لكن كلمة أغلى هنا فعلا اسم يا شباب، اسم مقصور. يبقى طلعنا كده مقصور ومنقوص. مفعول لأجله أهو، بص أهو رعاية لمصلحته.
طبعا كلمة احتراما هنا مفعول مطلق. ما هو بص، أن يحترم تقاليد مجتمع احتراما، ليه بقى؟ رعاية لمصلحته، من أجل الرعاية. يبقى هنا رعاية مفعول لأجل منصوب علامة نصب الفتحة، مفعول مطلق وبين نوعه، مفعول مطلق وبين نوعه. بيقول لي هنا أن يحترم تقاليد مجتمع احتراما. تذكر بقى المعلومات البسيطة الخيبة دي، معلومات بسيطة بس بتقع كده من الذاكرة. ما أنواع المفعول المطلق؟ أنواعه مش إعرابه. المفعول المطلق دائما منصوب. ما تقول تخش ليش بقى في النائب عن المفعول المطلق يا جماعة؟ أنا بقول أنواع المفعول المطلق. النائب عن المفعول المطلق ده حاجة درسني خالص. إيه أنواع المفعول المطلق؟ واحد، مبين للنوع. اثنين، مبين للعدد. ثلاثة، مؤكد للفعل. المفعول المطلق ده نوع مش إعراب. المفعول المطلق كده كده منصوب. لو جه ورا المفعول المطلق مضاف إليه يبقى اسمه مبين للنوع. يعني مول احترمك أو انتشر التدخين انتشار الوباء، بقت كده وراها مضاف إليه كلمة الوباء دي، يبقى كلمة انتشار دي إيه؟ مبين للإيه؟ للنوع. انتشر التدخين انتشارا شديدا ورا صفة، لو وراه برضو لو المفعول المطلق ورا صفة يبقى مبين للنوع. طب حاربنا حربين، مفعول مطلق دل على رقم يبقى كده مبين للعدد. إذن هو ثلاث أنواع. يبقى أنواع المفعول المطلق مبين للعدد، مبين للنوع. طب افرض لا مبين للعدد ولا مبين للنوع، يبقى مؤكد للفعل. يبقى الثلاث أنواع هما شباب تاني. المفعول المطلق ليه ثلاث أنواع، مؤكد للفعل إذا لم يوصف ولم يضف. لا جاش وراه صفر ولا جه وراه مضاف إليه يبقى اسمه مؤكد للفعل. لو المفعول المطلق جه وراه صفة أو مضاف إليه يبقى مبين للنوع. لو المفعول المطلق دل على عدد زي حاربنا حربين سجدت سجدتين يبقى اسمه مبين للعدد. طب تعال نشوف كده، كلمة احتراما دي وراها صفة؟ لا، ده وراها كلمة رعاية، ورعاية مفعول لأجله. يبقى إذن كلمة رعاية هنا لا هي مضاف إليه ولا هي صفة، ولا كلمة احترام دلت على عدد اسمه مؤكد للفعل. يبقى كلمة احتراما هنا مفعول مطلق مؤكد للفعل، فعلا مبنية للمجهول وبين نوعه وما حدث له. طيب بص كده، مثلا إيه؟ ها، يقتدى، نوعه مضارع، ما حدث له. أجيب الفعل الأصلي، كلمة يقتدى أصلها إيه؟ يقتدي، ده الأصل بتاع الكلمة. فأنا عملت إيه في يقتدى؟ قارن كده، ضميت الياء وفتحت الدال وقلبت الياء الألف في قلبت الياء في يقتدي، قلبتها الألف. أها، قلت يقتدى، أنا عملت ثلاث حاجات، ضميت الياء بتاعت يقتدي خليتها يو، وفتحت ويقتدى وفتحت مين؟ وفتحت الدال اللي هي قبل الحرف الاخير. ما هو المضارع دايما بنبني المجهول ازاي؟ يفعل، نبني الاول نضم الاول ونفتح ما قبل الاخر. يبقى اقول له ما حدث من تغيير، ضم الحرف الاول ثم فتح الحرف قبل الاخير وقلبت الياء الى يا شباب في يقتدي الى الف. السؤال اللي بعديه بيقول لي نعت جمله وبين محلها الاعراب. اتفقنا لما نحب نطلع النعت الجمله ندور على النكره زي كلمه مثلا كده، وراها جمله يقتدى به، يبقى جمله يقتدى به في محل نصب نعت الكلمه مثلا، وهي جمله فعليه. توكيدا وبين نوعه، والله كلمه جميعهما اهي وفعلا فيها ضمير ويجوز الاستغناء عنه. تذكر التوكيد لابد ان يكون بالكلمه ضمير، لا نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلتا، لابد ان يكون بها ضمير ويجوز الاستغناء عنه. ها، سمعه الاشخاص مش شرط اقول جميعهم، يبقى جميعهم توكيد معنوي مجرور بالكسره للاشخاص، عشان الاشخاص مضاف اليه يبقى جميعهم هتبقى توكيد معنوي مجرور علامه جر الكسره وهم في جميعهم مضاف اليه. طب افرض جت جميعا، الناس اللي عارفه بتقول معايا اهي حال، برافو. لما تيجي جميعا بس من غير ضمير تعرب يا شباب حال منصوب وعلامه نصبه الفتحه، فعلا مبنيا واخر معربا. انتبهوا يا شباب للمعلومه دي عشان مش كتير بنحلها. الفعل الماضي دائما مبني، مش مهم على ايه دلوقتي، المهم دائما تعرف ايه الفعل المبني اصلا. الفعل الماضي دائما مبني، والفعل الامر دائما مبني، دائما اي فعل امر مبني واي فعل ماضي مبني. والمضارع اذا اتصل بنون النسوه او نون التوكيد، يبقى مش كل المضارع مبني، انما كل الماضي مبني، كل الامر مبني، بعض المضارع مبني. طب تعالى كده، يجب ده معرب، يكون معرب، يقتدي معرب، يحترم معرب. ليس ده فعل من اخوات كان واخواتها، خلي بالك ده فعل جامد. كلمه ليس ديت مش حرف ناسخ، ده من اخوات كان، وكان واخواتها افعال. اذا ليس فعل جامد، فعل جامد عفوا، فعل ماضي جامد مبني على الفتح. هو جامد ومبني، جامد عشان ما نقدرش نجيب منه مضارع ولا غيره، بس احنا السؤال كان بيسال في مين؟ في كلمه مبني. يبقى ليس ده فعل مبني، ها، يجرح ده معرب. يبقى الفعل المبني كان، ايوه فعل مبني على الفتح. وما يحرس، لا يحرس ده طبعا مضارع يبقى معرب. كلمه يحرس هنا فعل مضارع، مش معنى ان مبني المجهول انه مبني يا شباب. قلت قبل كده المبني المجهول يعرب حسب موقعه في الجمله عادي جدا، ينصب ويجزم عادي جدا. طب يحرس يبقى ده فعل معرب عادي. طب احرس ايها الشاب،
كلمة احرص ديت ها يبقى فعل أمر مبني على السكون. يبقى الأفعال المبنية هنا ليس كان احرص، هذه من الأفعال المبنية. السؤال اللي بعديه بيقول لي الشابان كلاهما يحترمان شعور الآخرين، أدخل على الجملة حرفا ناسخا مرة ثم أجعل كلمة كلا لغير التوكيد مرة أخرى. خلي بالك هنا السؤال هنا فيه شوية حاجات كده يعني. أولا نحط إن، عارفين إن هنا الأول نقرر الأول قرار قبل ما نحط إن، هل كلاهما توكيد معنوي ولا لا؟ فيها ضمير؟ آه. يجوز حذفها؟ أيوة. الشابان يحترمان شعور الآخرين، يبقى كده فعلا فيها ضمير ويجوز حذفها، يبقى توكيد معنوي. طب طالما خدت قرار إنها توكيد معنوي تبقى تابع للي قبلها، يعني الشابان دي مبتدا مرفوع بالالف فكلاهما هتبقى توكيد معناه مرفوع بالالف. طب لما دخل ان بقى حرف ناسخ ولا حرف ناسخ؟ لعل ليت لكن ان، يبقى ان انسب حاجه ها ان الشابين، طبعا احول الالف الى ياء عشان المثنى بتنصب بالياء، وبالتالي كلاهما تبقى تمام كليهما يحترمان، دي مش هتتاثر خالص ملهاش دعوه بالموضوع. كده انا نفذت الجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني بيقول لي اجعل كلمه كلا لغير التوكيد مره اخرى وغير ما يلزم. يبقى اجيب كلا في الاول واشيل هما طبعا، يبقى اقول كلا الشابين، عشان كلا هتبقى في الاول والشابين هتبقى مضاف اليه فيتغير الالف ديت الى ياء لانها تبقى مجروره. يبقى كلا الشابين يحترمان شعور الاخرين، وبكده حولت الكلا الى انها غير او ليس التوكيد ايه معنوي. 8 لا يحقق اهداف في البلاد الا الشاب المخلص. اعرف ما بعد الا، شيل لا والا كده الاول، يحقق اهداف في البلاد الشاب المخلص. يبقى هنا طالما نفع شيل لا والا يبقى ده اسمه ناقص منفي، وبالتالي كلمه الشاب تعرب حسب موقعها في الجمله. طب انا افهم الجمله المعنى سيد الموقف يا شباب، لا يحقق ها مين اللي هيحقق بقى؟ يحقق اهداف في البلاد الشاب المخلص، مين اللي هيحقق؟ الشاب. يبقى الشاب فاعل، الشاب هنا تعرب ايه يا شباب؟ فاعل مرفوع بالضمه، والمخلص دي نعت. امال فين مفعول به؟ اهداف. يعني في تقديم وايه يا شباب هنا وتاخير فانتبهوا. يبقى الشاب تعرب فاعل مرفوع علامه رفعه الضم. السؤال 9 نيجي بقى للعدد، قام فصلنا برحله اشترك فيها ها كلمه 5 هتخالف لانها من 3 ل 9، يبقى 5 ما هي كلمه طالب اهي 5، وكلمه 10 هتوافق لان ال 10 مركبه توافق، يبقى انطقها ازاي؟ 5 ها 10 10 عين شين راء، مفيش تاء تأنيث، 5 فيها تاء تأنيث، 15 ها طالب، لا هغير كلمة طالب لازم اخليها طالبا، لأن طالبا يعني احط على الباء شرطتين وفيها ألف، ليه هنصبها؟ لأن التمييز من 11 ل 19 يبقى منصوب. طيب و12 طالبة، خلي بالك رقم 2 بيعامل معاملة المثنى، طب هو معطوف على مين؟ على 15. طب قام فصلنا اشترك فيها، طب 15 دي فاعل يعني اشترك فيها ال 15 دول، يبقى 15 هنا فاعل، ما العدد يقرب حسب موقعها في الجمله، يعني كلمه 15 يعني ايه؟ عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. طيب المهم انه فاعل، يبقى 12 معطوفه على فاعل، يعني كلمه 12 دي اللي هي الاثنين ديت هتبقى في حاله رفع. اقول واثنتا واثنتا ها 10، لان انت عارف الاثنين بتطابق طالبه والعشرة هتطابق لأنها مركبة، يبقى أقول وإثنتا عشرة طالبة، طبعا أحط فتحتين كده فوق تاء التأنيس بتاع طالبة، ودفع كل طالب ها. خلي بالك احنا بنتعامل مع المفرد، يعني أنا خمسة هنا أذكرها ولا أنسها؟ طلبة كتير ممكن تغلط الخطأ ده، تخطأ الخطأ ده تقول لك جنيهات مؤنث يبقى 5 جنيهات، لا 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 جنيهات مش مؤنث، ليه؟ عشان مفرد جنيهات إيه؟ جنيه. يبقى إذن كلمة جنيه مذكر، وبالتالي هنخلي كلمة 5 مؤنث، لأن 5 بتخالف من 3 ل 9 يخالف، يبقى يقول إيه؟ ها ودفع كل طالب 5 جنيهات. فانتبه كلمة مدرجات، لو قلت مثلا في الجامعة 6 مدرجات، كم بقى؟ ها 6 مدرجات ولا 6 مدرجات؟ أشوف مفرد مدرجات، مفردها مدرج، يبقى أقول 6 مدرجات. فانتبهوا يا جماعه الحته دي عشان بتلخبط، فخلي بالكم منها، نجيب المفرد بتاع الجمع ونشوف المفرد ده مذكر ولا مؤنث. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. السؤال العاشر بيقول لي يا مواطنون اخلصوا لبلادكم، يا مواطنين اخلصوا لبلادكم. اظن اللي بيحل معايا التدريبات الاولى من 1 ل 5 كنا تعرضنا لسؤال شبيه بذلك، وهو سؤال يا مصريين ويا مصريون. هنا بيقول لي بين نوع المنادى في الجملتين، يعني مش عايز ايهما اجمل، كان في السؤال الاولاني كان عايز ايهما اجمل، لكن هنا اقول له في الاول نكره مقصوده مبنيه على الواو. المنادى عندما يكون نكره مقصوده يبنى على ما يرفع به، يعني هنا اقول له مبني على الواو. انما الثاني لما الاقيه في حاله نصب في ياء ونون، ما هي حاله نصب قدام ايه؟
يبقى في ياء ونون اعرف كده المنادى ايه، يا مواطنين ها اخلصوا، منادى منصوب لانه نكره غير مقصوده. يبقى النكره المقصوده وغير المقصوده نفرق بينهما بالشكل، فان كان شكل النكره الاتيه او اللي جايبها لي في حاله رفع اتاكد انها مقصوده، وان كانت في حاله نصب اتاكد انها غير ايه غير مقصوده، غير ذلك بقى يبقى السياق هو اللي ايه هو اللي يحدد. بيقول لي اضبط كل كلمات الفقره السابقه بالشكل التام. ها يجب لانه مرفوع طبعا على الشباب مكسوره اهي ان يكون مثلا يقتدى به، ان ضم الياء عشان نبين انه مبني المجهول، وان يحترم تقاليد مجتمعه، العين هتكون مكسوره انه ضاف اليه طبعا، احتراما رعايه لمصلحته، فليس لاحد من الناس ان يجرح شعور عشان مفعول به غيره، غير هنا مضاف اليه على فكره، شعور غيره، غير هنا مضاف اليه والهاء طبعا مضاف اليه، قاسيا كان او دانيا، ها ومثل ذلك احترام سمعة الأشخاص جميعهم، ها ومثله عشان ده مبتدأ جديد، ذلك دي مضاف إليه احترام، ها خبر دي بقى، ومثل ذلك إيه احترام سمعتي سمعة طبعا مضاف إليه، احترام سمعة الأشخاص، سمعة دي مضاف إليه والأشخاص مضاف إليه، جميعهم جميعهم ده برضو إيه شباب ها مضاف إليه. ممكن تعتبر كلمة احترام دي مبتدأ مؤخر ومثل ذلك ده خبر مقدم، يعني تقول احترام سمعتي الأشخاص جميعين مثل ذلك، فدي بتساوى فيها رتبة المبتدأ والخبر، وهي من المسائل الجدلية في النحو يعني. فإنها أغلى، طبعا أغلى مش هنعرف نحط عليها أي علامة لأنها تبقى مقدرة، ما يحرص، ده فعل مضارع مرفوع، قلت هو مبني المجهول بس مرفوع عادي، وأغلى فإنها أغلى ما يحرص عليه فاحرص، ده مبني على السكون حط سكون، أيها الشاب هتحط ضمه لانه نعت مرفوع، على تقاليدي طبعا مجروره لا بالكسره لانه وراها مضاف اليه، عارف لو تقاليد دي ما كانش وراها مضاف اليه كنا هنجرها بالفتحه، لان ممنوع الصرف يجر بالفتحه اذا خلا من ال والاضافه، تقاليدي مجتمعي، مجتمعي مضاف ايه مضاف اليه مجتمعك. كده الفقره، كده التدريب السادس تم بحمد الله. التدريب السابع، توكلنا على الله، عليك أن تتخذ مرآتين فتنظر في إحداهما مساوئ نفسك فتصلح ما استطعت منها، وتنظر في الأخرى محاسن الناس فتأخذ ما استطعت منها، فإن من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه. حلو الجملة دي بقى، طبعا أنا لو تتبعت الجملة من الأول إن هلاقي من ده حرف جر وأشد ده اسم مجرور وعيوب ده مضاف إليه والإنسان مضاف إليه، وشبه الجملة ده كله خبر مقدم، يعني خفاء ده اصلا اسم ان مؤخر، اصل الكلام ان خفاء عيوبه من اشد عيوب الانسان، تمام كده، يبقى خفاء اسم ان مؤخر منصوب علامه نصبه الفتحه، مش شرط نقول مؤخر طبعا، كونك قلت بس اسم ان منصوب بالفتحه الاجابه صحيحه وكامله ان شاء الله. ومن خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره، ومن خفي عليه عيب نفسه، فاعل طبعا، خفي عيبه، مين اللي خفي العيب ده، يبقى فاعل مرفوع بالضم. ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن، يبقى محاسن معطوفة على عيب مرفوعة وعلامة رفع الضم، فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرفه، ولن ينال محاسن غيره، طبعا هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة التي يبصرها، طبعا جملة يبصرها هنا إذا طلبت يعني تبقى في لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الشباب صلة الموصول. نيجي بقى للسؤال الاستخراج، بيقول لي استخرج من العبارة ما يأتي، ضميرين مختلفي المحل مع بيان السبب، يعني الكاف عليك في محل جر بعد حرف الجر، إحداهما في محل جر مضاف إليه، ها فتصلح، وعايز إيه مختلفي المحل، ها استطعت التاء في محل رفع فاعل، ها فتأخذ ما استطعت قلنا قبل كده، عيوبه في محل جر مضاف إليه، تمام؟ الهاء في عليه وفي عيوبه، الهاء في عليه وعيبه في محل جر برد، واحدة بعد الحرف الجر، واحدة في محل جر مضاف إليه، ها؟ والهاء في غيره مضاف إليه، تمام؟ يبصرها، الهاء في يبصرها في محل نصب مفعول به. بعدين بيقول ثلاث معارف مختلفة وبين نوعها، خدت بالك كلمة ثلاث مذكرة معارف مفردها معرفة، فعشان كده جاب ثلاث مذكرة، أنا بفكر بس من ثلاثة لتسعة ونتعامل مع المفرد، يبقى ثلاث معارف مختلفة، تعال نشوف، الكاف معرفة لأنه ضمير، طب إحداهما معرف بالإضافة،
طب مساوئ نفسك برضو معرف بالإضافة، نفسك معرف بالإضافة ومساوئ معرفة بإضافتها لنفسك، تمام كده؟ طيب الأخرى ده معرف بقل، محاسن الناس معرف بالإضافة. يبقى إذن يا شباب المعارف اللي موجودة قدامي إما معرف بقل وإما معرف بالإضافة وإما الاسم الموصول اللي في الآخر ده برضو يعتبر هو والذي والتي، تعتبر دي من الأسماء المعرفة لأنها أسماء موصولة. فعلين أحدهما معرب والثاني مبني. أفكرك الماضي دائما مبني، الأمر دائما مبني، المضارع يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. يبقى لما أقولك فعل مبني دور على الماضي، دور على الأمر، ما لقيتش يبقى دور على المضارع المتصل بنون النسوة ونون التوكيد. طب لو غير كده بقى مضارع ما فيهوش نون النسوة ونون التوكيد يبقى معرب، يعني تتخذ معرب، تنظر معرب، تصلح معرب، استطعت مبني. يبقى كلمة الأفعال الماضية هنا مالها يا شباب؟ مبنية، تمام يا شباب؟ تمام. ممكن بقى انت تتتبع بعد كده الافعال وهتلاقي معظمها ايه، طبعا المضارع كله هنا معرب لكن الامر والماضي يبقى ايه يا شباب، يبقى مبني. خبرا لناسخ وبين نوعه، ناسخ فتح حالي حرف ناسخ او فعل ناسخ، يبقى دور الاول على الناسخ. قال ان من اشد عيوب الانسان خفاء، هو عايز خبرا ما قالش خبر معين، هو قال لك بين نوعه، يبقى ده شبه جمله، يبقى شبه جملة من أشد عيوب الإنسان ديت في محل رفع خبر إن، ونوعه إيه يا شباب؟ شبه جملة، تمام كده؟ تعالى نشوف، ما فيش غير ده، تمام كده؟ طب أنت تتخذ دي تنفع؟ لا طبعا، اوعى تخطأ، ده خطأ شنيع ده بقى. ليه يا جماعة؟ أن المصدرية لما تخش على الفعل المضارع دي أن ناصبة وليست ناسخة. هو إيه الفرق؟ طب ما الناسخة بتنصب، الناسخة بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن الناصبة بس اللي هي المصدرية تنصب فعل مضارع ملهاش لا اسم ولا خبر، يبقى تتخذ ده فعل مضارع منصوب ما بدورلهاش على اسم ولا خبر بقى. طيب تمام، يبقى احنا كده طلعنا خبرا لإيه يا شباب؟ خبرا لناسخ وبين نوع. إنه لن يخفي عيبه ليستطيع معالجته. بقول لي هنا طبعا ما ينفعش إنه لن يخفى عيبه ليستطيع معالجته، لا هي عشان إنه لن يخفي عيبه، هو اللي مش هيخفي عيبه. اجعل المثنى بقى، إنهما لن يخفيا، هنحط الألف وما نحطش نون لأنه هيبقى منصوب بحذف النون، عيبهما هما ليستطيعا، برضو هنحط الألف ما نحطش نون لأنه فعل مضارع منصوب بحذف الايه يا شباب، بحذف النون. سؤال 6، يخفي عيب نفسه تغيب عنه محاسن غيره. اربط بقى ده الشرط الجازمة واعرف فعل الشرط. من يخف، هنشيل الياء ديت، هنشيلها لأنه هيبقى مجزوم بحذف حرف العلة وده إعرابه لطلبه. ها، عيب نفسه تغب، تغيب عنه محاسن غيرها، نشيل الياء اللي في الوسط ديت. مع العلم الفعل الاجوف يجزم بالسكون ويحذف وسطه لعدم التقاء ساكنين، وده خطا شائع، الطلاب بتعربوا دايما مجزوم بحذف العل، الاجوف لا، الاجوف وسطه عله بيتنصب بالجزم بايه يا شباب؟ بالجزم بالسكون، يعني تغيب ده قول مجزوم بالايه؟ بالسكون. انما يخفي ده ايه؟ مجزومه بحذف حرف الايه بقى؟ العله، نشيل حرف العل. السؤال اللي بعديه بيقول لي يا لائم الناس، السؤال ده كويس برضه، بيقول لي يا لائم الناس تمهل في لومهم. اجعل المثنى المذكر ولجمعه، ها، يا لائمي، حط سكون على الياء، الناس لانه منادى منصوب بالياء، تمهل في لومهم، يا لائمي الناس تمهل في لومهم. طب الجمع بقى المذكر يا لائمي، على فكره لائمي ولائمي هيتكتبوا شكل بعض بالظبط في الحروف لكن التشكيل مختلف. لائمي بتاعت المثنى هنحط سكون على ياء المثنى اللي في الاخر خالص دي، لائمي، لكن لائمي مش هنحط حاجه، ده احنا هنحط تحت الميم كسره والياء دي هتبقى ياء مد، يبقى يا لائمي الناس تمهلوا، تمهلوا في لومهم. سؤال 8 بيقول لي الاذكياء ارشدتهم محاسن الناس الى اصلاح عيوبهم. اجعل الجمله مبنيه للمجهول وعين نائب الفاعل، يبقى ادور على الفاعل اللي هو محاسن الناس، شيله خالص، يبقى الاذكياء ارشدوا الى اصلاح عيوبهم. الاذكياء ارشدوا، لو هتبقى جمله اسميه، الاذكياء ارشدوا الى اصلاح عيبهم. طب فين نائب الفاعل هنا؟ الواو. لو جيت هنا ارشدوا، لو كتبت ارشدوا دي الواو. طب افرض يا استاذ انا ما عملتهاش كده، قلت ارشد الاذكياء الى اصلاح عيوبهم، صح؟ يبقى هنا مين نائب الفاعل؟ الاذكياء، فلك ان تجعلها في صوره ضمير، لك ان تجعلها في صوره اسم ظاهر كما يحلو لك، المهم تحلل، المهم تحدد نائب الفاعل صح. بيقول لي اعرب ما تحته خط ثم بين الموقع الاعرابي. قلنا ديت جمله تفسيرها لا محل لها من الايه يا شباب؟ من الاعراب. اضبط كل كلمه في القطعه السابقه بالشكل الكامل، ها، عليك ان تتخذا منصوب طبعا ملأتين، فتنظرا، انتبه، دفاء عطف مش سببيه ولا حاجه، ما بلاش لا طلب ولا نفي، ها،
أو ممكن تعتبر أن عليك فعل اسم فعل أمر بمعنى إلزم يعني. ممكن تعتبرها سببية على فكرة، ممكن برضه يعني في الحالتين هتتنصب الكلمة. ليه؟ لأن لو عطفة هتبقى عطفة على تتخذ، وبالتالي منصوبة زي تتخذ منصوبة بأن، ولو سببية برضه هتتنصب. ها، في إحداهما مساوئ نفسك فتصلحا، دي عطفة على تنظر، يبقى كده منصوب برضه. فتصلح ما استطعت منها، وتنظر برضه منصوب، كل الافعال دي معطوفه على بعضها منصوب. في الاخرى محاسنا دي مفعول به، ها، تنظر في محاسنا الناس. فتاخذ تمام ما استطعت منها، فان من اشد عيوب الانسان خفاء عيوبه عليه، ومن خفي عليه عيبه، عيب لان دي فاعل، خفيت عليه محاسن ضم على النون غيره، ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره، فلن يقلع منصوب عن عيبه الذي لا يعرف، ضم فوق الفاء يا شباب لان الله هنا نافيه ولا تؤثر، لا يعرفه تمام كده، ولن ينال ده منصوب عادي، محاسن عشان مفعول به غيره مضاف اليه، التي يبصرها، الراء هنا مضمومه لان يبصرها فعل مضارع مرفوع. صليت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. كده التدريب السابع تم بحمد الله. توكلنا على الله. التدريب الثامن، ان الحياه تتشكل على ارض مصر. مصر هنا مضاف اليه مجرور، مجرور بايه بقى؟ بالكسره جائز وبالفتحه جائز، لان في ناس بتعتبر كلمه مصر، او علماء قالوا ان كلمه مصر، العلماء قالوا ان كلمه مصر، بعض العلماء قالوا انها ممنوعه من الصرف، والبعض الاخر قال لك لا هي تصرف. المؤنث الثلاثي الساكن الوسط يجوز صرفه ويجوز منعه، وبالتالي كلمه مصر ممكن تجرها بالفتحه وممكن تجرها بالكسر، المهم انها مضاف اليه. املا في ان يتحقق لها ما تدخره. حلو قوي السؤال ده بقى، ما دي فاعل، يتحقق لها ما، يبقى ما دي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. تدخره فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة والهاء في محل نصب مفعول به. فالأرض تتسع والصحراء تزهر وتثمر والطبيعة تجود، ولم يبقى من شيء إلا أن يصحو الضمير صحوة، مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. تأخذ بالحق وتعطي العرق ليظهر وجه مصر ولا بد. ده بقى عرب بقى بتاع زمان قوي، الواو نافية ولا الواو عفوا الواو عاطفة ولا نافية للجنس لا محل لها من الإعراب لأنها عاملة، وبد اسم لا مفرد مبني على الفتح، اسم لا نافية للجنس مفرد مبني على الفتح، أن يقدم الشعب لله وللوطن الكثير. السؤال الأولاني بقى، بالاستخرج من العبارة السابقة ما يأتي، فعلا واجب التأنيث مع بيان السبب. فنتذكر سويا، يجب تأنيث الفعل إذا كان الفعل مؤنث حقيقي لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، جاءت فاطمة. ويجب أيضا تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث سواء حقيقي أو غير حقيقي، الشمس أشرقت هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وفاطمة جاءت هنا الفاعل مستتر تقديره هي، وفي الحالتين يعود على مؤنث، يبقى ده واجب التأنيث. غير كده بقى يبقى جائز التأنيث. طب تعالى نشوف كده، تتشكل صح واجب التأنيث لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على الحياة والحياة مؤنث تمام كده. طيب تتسع الأرض تتسع برضو ده واجب التأنيث، يبقى الفعل بتاع ضمير مستتر وتزهر وتثمر كل هذه واجبة التأنيث، وتجود تمام، كل ده واجب الايه يا شباب، واجب التأنيث تمام. يبقى عرفنا مع بيان السبب لان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، معرفتين مختلفتين مع بيان السبب. تعال بص كده، الحياة معرف بال، مصر لانها علم، ارض مصر معرف بالاضافة. السؤال اللي بعديه بيقول لي فعلين احدهما منصوب والاخر مجزوم مع بيان السبب. تعالى يا سيدي، تتشكل ده مرفوع مالناش دعوه بيه خالص، ان دي تاثر في اسمها مالناش دعوه بالفعل خالص. ها، ان يتحقق منصوب صح كده، عايزين بقى مجزوم. ها، لم يبقى فعل مضارع مجزوم علامه جزميه حذف حرف الايه يا شباب، حذف حرف العل. طب يصحو منصوب تمام. ها، تأخذ بالحق لا ده مرفوع طبعا. طب هنا بيقول لي يصحو صحوة، تأخذ بالحق وتعطي العرق ليظهر. يظهر ده منصوب بعد لام الايه، بعد لام التعليل. ان يقدم تمام كده برضو منصوب بعد ايه يا شباب، بعد ان. انا بطلع كل الاحتمالات بس علشان ايه يعني، جبت كل يعني توافق الاجابة مع كل الطلبة اللي بتحل ان شاء الله. بيقول لي خبرا جملة وبين نوعه، عايز خبر جملة وبين نوعه، تتشكل خبر جملة فعلية
أيوة خبر جملة فعلية. طب التاسعة خبر جملة فعلية، تمام. طيب ها، أن يقدم، ما هو ده خبر لنا في الجنس، لابد أن يقدم. كل ده خبر جملة يا شباب، خبر جملة يا شباب فعلي. سؤالي بعد يقول لي المواطن الصالح هو الذي يسعى لرقي بلده، اجعل العبارة السابقة للمثنى. شفت موضعي في جميع التدريبات الحتة دي عايزك تتدرب عليها قوي بقى، لأنه مكررها كتير اهو. ها، المواطنان الصالحان هما اللذان، خلي بالك اللذان باتنين لام، ألف لام لام ذان، طبعا مرفوعة طبعا، يسعيان لرقي بلدهما. لأن هنا ما فيش حاجة، هنا لا نصب ولا جزم خالص، الجملة خالية من النصب والجزم. يبقى المواطنان الصالحان هما اللذان يسعيان لرقي بلدهما، هم الذين يسعون. هنشيل الحرف العلة ده ونحط واو. ايه يا شباب؟ واو نون، كنا بنقوله دايما بيبقى على وزن يفعون. طيب نخلي بالنا بقى، هو قال الجمع بنوعيه، يعني احنا جبنا جمع المذكر اللي هو المواطنون الصالحون هم الذين يسعون لرقي بلدهم. طب جمع المؤنث بقى نقول ايه؟ المواطنات الصالحات هن اللائي او اللاتي، الاثنين صح، سواء قلت اللائي او اللاتي اللي هي جمع اللاتي. يبقى المواطنات الصالحات هن اللائي يسعين، ما تشيلش اي حاجه، كل اللي هتعمله هتقلب الالف بتاعه يسعى ياء وتعملها يسعي ونحط نون النسوه تبقى يسعين لرقي بلدهن، لرقي بلدهن. اقولها مره تانية، المواطنات الصالحات هن اللائي يسعين لرقي بلدهن. طيب ستة، يعطي جهده ويحاسب ضميره يرقى بمصر. اربط بأداة شرط جازمة، من يعط من غير ياء طبعا، انه مجزوم بحذف حرف العلة. من يعطي جهده ويحاسب، برضو مجزوم لانه معطوف، ضميره يرقى بمصر، يرقى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. يقدم الشعب للوطن الكثير، ابن الفعل في هذه الجملة وضبط الفعل ووضح نائب الفعل، يبقى يقدم الكثير للوطن أو يقدم للوطن الكثير. هضبط الفعل، أحط ياء على، أحط ضمة عفوا، أحط ضمة على الياء وفتحة فوق الدال، يقدم، ونيجي لكلمة الكثير نحط على ضمة لأنها تبقى نائب الإيه يا شباب؟ نائب الفعل. إن العاملين على نهضة مصر مكافحون. صل ما، يبقى إنما، تعرف ما بتبطل العمل إن، إنما العاملون، أيوة مرفوع طبعا، على نهضة مصر مكافحون، سيبها زي ما هي مش هتتأثر خالص، كده كده هي خبر مرفوع بالواو أصلا. يبقى إنما العاملون على نهضة مصر مكافحون. صلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. سؤال عاشر بيقول لي اضبط كل كلمات القطعة بالشكل التام. تعال بقى نشوف كده كلمات القطعة في التدريب التامن. إن الحياة تتشكل على أرض مصر أو مصري أملا في أن يتحقق لها ما تدخر روه، لأن الراء هنا مضمومة عشان فعل مرفوع، فالأرض لمبتدأ تتسع مرفوع، والصحراء تزهر وتثمر، والطبيعة تجود، ولم يبقى، مش هتحط على فتحة صغيرة كده بس، انت تعرف عارف طبعا ان مجزوم بحذف حرف العلة، من شيء إلا أن يصحو. ها شفت، ما فيش حاجة اسمها منصوب بحذف العلة، ده هنا منصوب بالفتحة عادي. الضمير صحوة تأخذ بالحق وتعطي العرق ليظهر وجه، عشان ده فاعل، وجه مصر أو مصري براحتك. ولا بد أن يقدم الشعب للوطن ولله وللوطن الكثير، لأنه هيبقى مفعول به منصوب علامة نصبه يا شباب الفتحة. كده الحمد لله التدريب الثامن تم بحمد الله. توكلنا على الله. التدريب التاسع، ان تحقيق الامن الغذائي وتنظيم. طب يبقى عشان حته العطف ديت عايزه ايه؟ عايزه مخ بيفكر كده وعقل بيرجع الجمله الاوله كانك بترجع الشريط من اوله. ها، تنظيم معطوف على مين بقى؟ على الغذائي ولا على الامن ولا على تحقيق؟ طب تعال نشوف معنى الكلام. ان تحقيق وتنظيم، ايوه، يعني تحقيق كذا كذا وتنظيم كذا كذا، يبقى اذا كده التنظيم معطوف على تحقيق، يعني طب معطوف منصوب، منصوب. في ناس هتعتبر على بقى معطوف مجرور عشان يعتبرها معطوف على الغذائي، والغذائي مش عارف صفه الامن، والامن مضاف اليه، وفي ناس هتعتبرها فعل مضارع. شباب انتبهوا يا شباب، يبقى تنظيم معطوف منصوب علامه نصبه الفتحه، وتنظيم الاسره مطلبان ضروريين. لنتمكن، فعل مضارع منصوب علامه نصبه الفتحه لانه لام التعليل، من حل المشكلات المستعصيه التي تواجه امتنا. امتنا هنا مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه، والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. فتوفير الغذاء
أمر حيوي لسد حاجات الشعب وتوفير العملات. مش مفعول به ده يا شباب، دي مضاف إليه عادي جدا، مجرور على مجرور الكسر. توفير دي اسم مش فعل. طبعا جملة ينبغي هنا لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول، وجملة شبه الجملة ده وتنظيم الأسرة صار من ألزم، من ألزم هنا شبه الجملة في محل نصب خبر يا شباب، خبر صار. ده عن العلامات أو عن اللي كان الإعراب واللي طلب، الإعراب واللي بين القوسين. فعلا صحيحا وآخر معتلا. تعالى تحقيق ده فعل أصلا؟ لا طبعا. ها نتمكن، آه فعل صحيح تمام. طب حل ده فعل؟ لا طبعا ده اسم. ها تواجه ده ايه ده؟ ده فعل معتل طبعا، فعل معتل الاول، يعني فعل معتل الاول يعني مثال اسمه كده، لما بيبقى وجهها اصل وجهها يبقى ده فعل معتل الاول. ها طب لسد، سد ده فعل؟ لا طبعا، لا طبعا، كل دي اسماء يا جماعه. وتوفير دي ايه؟ اسم برضه زي ما احنا قايلين دلوقتي. تنفق ده فعل صحيح، ايوه تمام كده. ها صار ده فعل اجوف معتل، ايوه فعل اجوف. ها يخطوها فعل ناقص اهو، يخطوها العاملون، يبقى ينبغي ان يخطوها ده فعل يا شباب معتل. اسما مرفوعا بعلامة فرعية، يبقى أكيد مرفوع بالألف، مرفوع بالواو، اسم وعايز اسم. تعالى كده نشوف يا سيدي، مطلبان ضروريان أهو، مطلبان دي مرفوع بالألف يبقى دي علامة فرعية، وضروريان برضو مرفوع بالألف برضو دي علامة يا شباب، علامة فرعية. نوعين من المعرفة مختلفين. طيب يا سيدي تحقيق دي معرف بالإضافة، الأمن معرف بأل تمام، يبقى دولت معرفتين مختلفتين. سؤالي بعدين بيقول لي بين موقع ما بين القوسين، قلناها خلاص ان دي من ألزم في محل نصب خبر سارة، انما ينبغي لا محل لها من الاعراب. تحقيق الامن الغذائي وتنظيم الاسره مطلبان ضروريان، ادخل على الجمله فعلا يفيد الاستمرار. يعني ايه فعلا يفيد الاستمرار؟ يعني ما زال، يعني ما دام، يعني ظل، لازم من افعال الاستمرار اللي اخوات كان. يبقى ما زال تحقيق الامن الغذائي وتنظيم الأسرة ها مطلبين ضروريين، لأن هيبقى خبر ما زال، وما زال بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ما هو الكلام تم فين يا شباب؟ ما زال ها ها ها، مالهم بقى؟ مطلبين، هتبقى خبر منصوب بالياء. طب وضروريين هتتغير ليه؟ لأنها نعت طبعا ليها، والنعت تابع. سؤال 7 بيقول لي المواطن الصالح يهتم بما ينفع أمته ولن يقصر في خدمته. السؤال الموضة بقى بتاعنا، اجعل المبتدأ للمثنى المذكر مرة وللجمع مرة أخرى. المواطنان الصالحان يهتمان بما ينفع أمتهما ولن يقصرا في خدمتها. طبعا هنحط الألف بتاعت يقصرا ونشيل النون لأنه يبقى منصوب بحذف النون. طب الجمع بقى، المواطنون الصالحون يهتمون بما ينفع أمتهم ولن يقصروا في خدمتها. السؤال 8، بارك الشعب خطوات الحكومة، ابن الفعل المجهول واضبط نائب الفاعل. هشيل الشعب تبقى بوركة. خلي بالكوا يا شباب الحته ديت انتبهوا ليها شويه، لان الافعال ساعات بعض الافعال لما بتتبنى للمجهول بيتغير شكلها، وممكن الف تتقلب واو، وممكن الف تتقلب ياء. يعني كلمه زي كلمه مثلا يستطيع، لما اجي ابنيها للمجهول هاجي على الياء اللي قبل العين افتحها، ما هي فعل مضارع يضم اوله ويفتح ما قبل اخره، فتلاقيني قلتها يستطاع، يستطاع كلمه يستطيع العاديه، لما جيت ابنيها للمجهول غيرتها وقلبت الياء الف. طب تخلي بالك كده بقى، تناولا، تخيل لو احنا عايزين نبني كلمه تناولا للمجهول، هضم الاول وبالتالي الثاني هيتضم عشان الكلمه طويله، يبقى تنو، الالف اللي بعد النون هتتقلب واو، تبقى تنوولا، اتنين واو يا استاذ، اه تنوولا ما فيش مشكله خالص. كذلك كلمه بركه، هنا كلمه بركه لو تلاحظ هلاقيها فيها الف، لو ضمت الباء مع المضارع الماضي اللي بيحصل له، نضم الاول ونكسر ما قبل الاخر، يبقى احط على الباء ضمه وعلى الراء تحت الراء كسره، يبقى بورك، ما ينفعش اسيبها بقى، لا خليها ماضي زي ما هي، ما تجيبهاليش مضارع. ها بورك، اه طالما جايبها لك ماضي يعني الافضل والاضمن والامل انك تسيبها ماضي زي ما هي، يبقى بورك. ها خطوات الحكومه، اه من حقي، ليه؟ عشان ده مجازي التأنيث، ما انا شلت الشعب بقى خلاص. طب بس الافصح نقول ايه، او الاكثر تداولا ايه؟ ليه؟ بوركت خطوات الحكومه، يبقى نائب الفاعل خطوات دي هتبقى نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضم. ليت، السؤال 9 بقى بيقول لي ليت الساعين لحل المشكلات موفقون في سعيهم. بيقول لي صل ما بالحرف الناسخ وغير ما يلزم، ليتما براحتي، الساعين او السعون، لان في ظاهره في مال كفه أن ما تكف عمل إن وأخواتها ما عدا، ما عدا ليت، يجوز إعراب ما بعد ليت على أنه مبتدأ وقد كف عملها،
ويجوز إعرابه على أنه اسم ليتا وأن الماء لم تؤثر في ليتا. يعني رأيين من العلماء اختلفوا حول ليتا، فيمكن أقول هنا ليتما الساعون صح وليتما الساعين صح. سؤال 10 بيقول لي يؤدي واجبه بإخلاص يفوز برضا الله، أكيد اربط بأداة جازمة صح كده، وغير ما يلزم ما إعراب جواب الشرط. تعال نشوف، ها من، بص كده، من يؤد، تشيل الياء طبعا، واجبه بإخلاص يفوز. الأولاني مجزوم بحذف حرف العلة، ويفوز مجزوم بالسكون، شبه الجملة بالظبط اللي كنا من شوية عاملينها في التدريب السابق شباب. فياريت ان هو يعني تحرصه معاه تركز على اللي بيكرر عليه، طالما كرر حاجة يبقى عايز يضربك عليه. طبعا جواب الشرط بقى لما اجي اعربه، اللي اعرب بقى جواب الشرط، جواب الشرط تعالى نعربه. بقول لك ايه يا سيدي، اهو من يفوز، من يؤدي واجبه باخلاص يفوز، فعل مضارع مجزوم بالسكون برضا جر ومجرور، والله لفظ الجلاله مضاف اليه، والناس معطوف على معطوف مجرور، معطوف على رضا ماله مجرور، والناس معطوف مجرور. اكتب فقره اضبط كل كلمات القطعه، تعال نشوف كده، نضبط كل كلمات القطعه الاول. ان تحقيق الامن الغذائي وتنظيم الأسرة مطلبان ضروريان لنتمكن من حل المشكلات المستعصية، المشكلات المستعصية التي تواجه، فالمضارع مرفوع ده عادي، أمتنا. خلي بالك من تواجه ده ساعات يقرأ تواجه، خلي بالك يا شباب ملحوظة في غاية الأهمية، ريت تدونوها، تواجه غير تواجه. يعني ما أقول تواجه مصر أزمات كثيرة، تواجه مصر أزمات، مصر هنا فاعل عادي، لكن لو قلت بص جبت الباء بس في ازمات، كلمه ازمات حطيت لها باء هتتقرا ازاي؟ تواجه مصر بازمات، اذا كلمه مصر هتبقى نائب فاعل، فانتبه. ففي فرق ما بين ان تواجه مصر وتواجه مصر، هي صحيح هتبقى مرفوعه في الحالتين، لكن المهم ان اعربها ايه، افرض عليك اعربها، يواجه الانسان، يواجه الجيش، وهكذا. المهم يا شباب تبقى دي عادي، ها تواجه امتنا، تواجه فعل مضارع مرفوع بالضم عادي، امتنا مفعول به. فتوفير، دي جمله جديده بقى، عشان التوفير ده مبتدا عادي جدا، الغذائي امر، ده الخبر، حيوي ده نعت، لسد حاجتي الشعبي، وتوفير معطوف على مين بقى، ها فتوفير الغذاء وتوفيره، ده معطوف على توفير الاولى، يبقى توفير دي معطوف على توفير الاولى، يبقى هنا توفير دي معطوف مرفوع. العملات الأجنبية التي تنفق مضارع مرفوع بالضمة على الاستيراد، وتنظيم الأسرة، لا دي جملة جديدة بقى، وتنظيم الأسرة صار من ألزم الخطوات التي ينبغي أن يخطوها، ده منصوب بحذف النون يا شباب، يخطوها ده منصوب بحذف النون، العاملون للحد انفجار السكانيين. السؤال 13 بيقول لي الأسرة العملات تواجه، انتهت الكلمة الأولى بتاء مربوطة والثانية بتاء مفتوحة والثالثة بها، إيه العلامة المميزة؟ يعني إيه العلامة المميزة؟ أقول له دي تاء تأنيث ربطت لأن ما قبلها مفتوح، الأسرة، لكن تاء عملات أقول له دي برضو تاء تأنيث فتحت لأن ما قبلها ساكن، اللي هو العملات دي تعتبر مادة، أو المادة يعتبر ساكن أصلا، تمام كده؟ تواجه هنقول دي حرف أصلي من حروف الكلمة، فالهاء هنا ليست ضميرا وإنما هي من أصل يا شباب، من أصل الكلمة. صليتوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا محمد. كده التدريب التاسع تم بحمد الله. توكلنا على الله. التدريب العاشر، ليكن البناء هدفنا، خبر يكن منصوب علامة نصبه الفتحة والنام مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. بناء الإنسان المصري الذي أثرت فيه الحروب بويلاتها، فانعزل عن بعض قيمه العظيمة التي عرف بها شعبنا، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. شفت أنا طقطع زي عرف به شعبنا، أؤكد على ضرورة قراءة القطعة قراءة سليمة، ولن تتأتى لك القراءة السليمة إلا بفهم القطعة، حتى يعود لدينه مؤمنا ولوطنه مخلصا ولعمله واعيا. والله القطعة دي مناسبة جدا للأيام دي، تتحط في سنة عامة، يا رب كده تلاقوا قدامكم في سنة عامة وإحنا حلينها سوا وتجيب في الدرجة النهائية إن شاء الله. إن شاء الله. ولوطنه مخلصا ولعمله واعيا، طب بقول لك يعود لدينه مؤمنا مخلصا واعيا، طب ده حال في ظاهرة عندنا تعدد الحال، ايه المشكلة، حال رابع وعاشر كمان، غني عصفور سعيدا نشيطا محلقا، كلمة نشيطا وسعيدا ومحلقا كل ديت بتاع دوت حال، غنى العصفور سعيدا وهكذا، غنى العصفور نشيطا سعيدا محلقا، كل دي حال، ها يعود لديني ماله بقى مؤمنا
مخلصا وعيا حال منصوب بالفتحة. فيا شباب مصر أعيدوا، احنا قلنا أي فعل أمر مبني صح، طالما آخر واو أو ألف أو ياء يبقى مبني على حذف النون، يبقى أعيدوا، ها أعيدوا مبني على حذف النون، الفعل الذي أسند إلى واو الجماعة وإلى ألف الاثنين وإلى ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، والواو هنا في محل رفع فعل طبعا لمجدها. ولتصبح أعيدوا لأمتنا مجدها ولتصبحوا أكثر إقبالا. أنا قريتها طبعا لأنها لازم أقرأها صح، أنا رخ، ها اللام دي لام أمر، مش أعيدوا لتصبحوا، لا لا ده جملة وخلصت وبعدين بدأ جملة جديدة. ولتصبحوا اللام لام الأمر، وتصبحوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزميه حذف النون، والواو في محل اسم، في محل رفع اسم ايه؟ اسم تصبحوا. على العمل واغزر انتاجا، وان الامال تعقد عليكم، مش تعقد عليكم بقى يعني برضو لازم اقراها صح، تعقد فعل مضارع مرفوع بالضمه والفاعل مستتر، وجمله تعقد في محل رفع خبر ان. السؤال اللي بعديه بيقول لي استخرج من العباره ما ياتي اسما منقوصا. ها المنقوص قاضي منقوص، ادور كده على الياء. هدفنا المصريه تنفع، اوعى اوعى دي ياء النسب يا جماعه، ياء المنقوص لابد ان تكون ياء اصليه، ليست ياء مشدده ولا ياء ضمير. يعني كلمه كتابي تنفع؟ لا طبعا يا جماعه، كل الكلام ده انا كنت شرحته في الكتاب الالكتروني على الموقع. بجد الكتاب الالكتروني ده يعني من الحاجات اللي هتفيدكم جدا، وهيبقى مرجع معاكم طول عمركم. الكتاب الالكتروني ده بالصوت والصوره والاختيار، يعني تقدر تختار وتطلع لك اجابه صح ولا غلط، وبعدين تقدر تفتح فيديو ويشرح لك الاجابه دي ليه صح او ليه غلط، وبعدين تقدر تسمع الدرس كله. فارجو يا شباب، كويس ان انا افتكرت الموضوع ده. الكتاب الالكتروني ده يعني الحمد لله رب العالمين اعتز جدا بيه، وبذلت فيه مجهود يعني الحمد لله بقول لك مجهود جبار، خد وقت طويل، ولكن الحمد لله خرج في صورة ان شاء الله رائعة وجميلة، وان شاء الله تفيدكم جدا في النحو لانها صورة عصرية جدا. فالكتاب الالكتروني في النحو ارجو انكم تنزلوه، هو اربع اجزاء موجود على الموقع، ممكن تنزلوه جزء جزء، وصحيح يعني كبير شوية، ممكن 200 ميجا 300 ميجا، لكن انت لو صبرت كده ان شاء الله هينزل باذن الله يعني على موقع بنذاكر.com. ادخل انت بس وهتلاقي في الصفحة الرئيسية الروابط اللي بتؤدي لك للكتاب الالكتروني، يا ريت تنزلوه يا شباب. نرجع لكلامنا بقى، بيقول لي اسما منقوصا واعربه، ما تنفعش المصري ولا تنفع، قلنا ان كلمه المصري لان ياء دي ايه؟ ياء نسب، ولا ينفع كتابي ومنزلي الياء ياء ضمير. طب تعالى ندور، فانعزل وعرف لدينه تعالى واعيا، شيل التنوين ده واعي، ايوه صح كده، يبقى واعي ده اسم منقوص. هل الياء في واعي دي مشدده؟ لا. هل الياء ضمير؟ لا لا، ده ياء اصليه، يبقى تمام كده يا شباب، كلمه واعيا اسم يا شباب اسم منقوص، واعربه بقى حال، احنا عربناه على فكره. ها السؤال بعدي، بدلا واذكر نوعه، ليكن البناء هدفنا بناء الإنسان المصري. ده بدل اهوت قلناها كتير، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ده بدل. طب أنا عرفت إن ده بدل وخلاص، لأن الكلمة لما بتتكرر بغرض توضيح الكلمة الأولى بيبقى بدل. طب نوع إيه؟ نوع مطابق هنا، لأنه هنا مش جزء يا جماعة، يعني لما أقول جاء الناس ومحمد وعلي ومحمود، محمد وعلي ومحمود ده أجزاء من الناس مش كده؟ لا، أو أفراد من الناس، إذا الشباب دول أفراد، لكن هنا أحب البناء بناء كذا، ده بدل مطابق بغرض التوضيح وليس بغرض التفصيل. واذكر نوعه، تمييزا وعين مميزه. طب تعالى نجيب الأول تمييز، فاكر لما قال العزلة قيمه حتى يعود مخلصا، أكثر إقبالا، أغزر إنتاجا، أظن أكثر نشاطا، أظن دي مشهورة عندكم، نكرة منصوبة بعد أفعل، يبقى تمييز. نوع المميز في الحالة دي اسمه ملحوظ، اسمه يا شباب اسمه تمييز ملحوظ، صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. منادى وبين حكمه، ها تعال نشوف كده، ليكن البناء أثرت فيه الحروب، فيا شباب مصر، اهو منادى، اهو منادى مضاف، لان كلمه مصر مضاف اليه، يبقى ده منادى مضاف منصوب بالفتحه. كلمه شباب هنا طالما مضاف يعني وراها مضاف اليه، يبقى منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه الفتحه. عين الموقع الاعرابي لما بين القوسين، كلمه تعقد دي في محل رفع خبر ان الامال تعقد، يعني فعل مضارع والفعل مستتر، نائب الفعل عفوا مستتر، وجمله تعقد كلها في محل رفع خبر ان. اعرب ما تحتوى خط اعربنا، تعال بقى نشوف الاسئله اللي بيجب. لا يهمل العاملون واجبهم إلا المتكاسل مثلا، كلمة المتكاسل تبقى مستثنى منصوب أو بدل مرفوع من العاملون.
حلوة السؤال اللي جاي ده بقى. يا صاحب الرأي اتق الله فيما تقول ولا تبتعد عن الحق لتنال التقدير. يا ما شاء الله، لازم يعني بص بقى ايه، حاجات كتيرة او ممكن نسبة الاخطاء عالية جدا في الجملة دي، لان هذا المثنى المذكر. يا صاحبي منصوب طبعا، والياء منصوب بالياء. ايوه، يا صاحبي الرأي اتقيا الله فيما تقولان، ده مرفوع بثبوت النون لأن لم ينصب لكم نصب ولا جازم، ما دي موصولة، ما اللي قبله دي موصولة. فيما تقولان ولا تبتعدا مجزوم بحذف النون عن الحق لتنالا منصوب بحذف النون التقدير. أقولها تاني مرة، يا صاحبي الرأي اتقيا الله فيما تقولان ولا تبتعدا عن الحق لتنالا التقدير. السؤال اللي بعديه بيقول لي علل لما يأتي. اضبط الأول، عفوا السؤال التاسع، بيقول لي اضبط كل كلمات القطعة السابقة بالشكل التام. ليكن هتحط سكون، البناء هدفنا، حط فتحة فوق الفاء لأنها خبر يكن، بناء ها بناء لأنها بدل من بناء الأولى، والأولى مرفوعة لأنها اسم يكن، يبقى بناء الإنساني المصري الذي أثرت فيه الحروب بويلاتها فانعزل عن بعض قيمه العظيمة التي عرف بها شعبنا حتى يعود فتحة لدينه مؤمنا ولوطنه مخلصا ولعمله واعيا. فيا شباب فتحة لأنه منادى منصوب، مصر أو مصري، أعيد لأمتنا مجدها مفعول به طبعا، ولتصبحوا أكثر لأن دي خبر تصبح إقبالا على العمل، وأغزر معطوف على مين؟ على أكثر، وأكثر منصوبة يبقى أغزر إنتاجا، وإن الآمال تعقد فعل مضارع مرفوع بالضم عاني عليكم، فكونوا أكثر نشاطا، فالعمل وسيلتنا. ده جملة جديدة بقى، فالعمل وسيلتنا إلى التقدم والرقي. صلتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. علل كتابة الهمزة على السطر في كلمة بناء. بص بقى، كتابة الهمزة دي اوصف الكلمة اللي قدامك، يعني ما تحاولش ترهق نفسك بحفظ قواعد كتير، اوصف اللي قدامك. هتقولي لان الهمزة جاءت في اخر الكلمة وقبلها حرف مد. بص كونك كلمة ايه، كلمة قلب بناء دي، تقولي الهمزة تطرفت، يعني ايه تطرفت؟ جاءت في اخر الكلمة وقبلها حرف مد. طب كتابة الهمزة على واو في كلمة فؤاد، اقول له اصل الهمزة قبلها حرف ضم مضموم، حرف مضموم، لان الهمزه بتتاثر بالحروف اللي قبلها قوي، يعني فؤاد فكتبت على واو لان الفاء مالها مضمومه. طب رسم الهمزه في كلمه امال، اقول له لانها جت همزتان الاولى، يعني شكل اداب برضو، ده يا جماعه مشروح في الكتاب الالكتروني كله بالتفصيل، وحده النطق والاملاء. امال، اقول له لان الالف توالت همزتان، الاولى مفتوحه والثانيه ساكنه، فاصل الكلمه ديت امال، اصلها امال، فقلبت الهمزه بهذا الشكل، الهمزه الايه يا شباب؟ الممدوده. الحقيقه بيقول لي هات لي هات من عندك ثلاث كلمات مماثله لكل ما سبق، مثلا كلمه بناء اقول سماء، كلمه فؤاد اقول سؤال، امال اقول اداب، يبقى بناء سماء، فؤاد سؤال، امال نقول عليها زيها كلمه ايه؟ اداب. صلتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. كده التدريب العاشر تم بحمد الله.